نحن على ثقة بأن الفترة المقبلة إن شاء الله ستشهد أداء مميزا وقدرة تنافسية أكبر تعزز مكانة بنك البلاد لدى مساهمينا وعملائنا وموظفينا على حد سواء. عندنا إن شاء الله خطة تطويرية إطلاق للفروع النموذجية تقريبا السنة هذه حتوصل إن شاء الله إلى 16 فرع. ايضا شد انتباهي حقيقه تقنيه الصرافه التي تتبع تي سي ار، وهذه ايضا تقنيه جديده وحديثه حقيقه. اليوم الفرع جميل في حي الحمراء، تصميمه وبناءه وتنفيذه طاقه شمسيه 30% من ان شاء الله يستعملونها. حقيقه اجد كل خدمه ممتازه، وكل يعني كل ما شاء الله موظفين على مستوى عالي من الحفاوه وتقديم الخدمه باسرع وقت ممكن. بنك البلاد قاعد يخطو خطوات متسارعة إلى الأمام، وإن شاء الله يكون من خيرة البنوك في مصاف البنوك السعودية بإذن الله.